الفقرة مع الإعلامي زميلنا مرشد بيبر، ورح نحلل رياضة في هاي الفقرة. المونديال، فريق الدنمارك شو مخبي؟ طبعا احنا متابعين، احنا في المجموعة الثالثة. اليوم راح نحكي عن منتخب الدنمارك. نذكر المشاهدين مجموعته بتضم فرنسا واستراليا والبيرو. المنتخب الدنماركي منتخب اوروبي عريق. نحكي شوي عن تأهلاته للمونديال. تأهل في 86، تأهل في 98، وصل لربع النهائي، خسر مع البرازيل. البرازيل وصلت للنهائي وخسرت مع فرنسا. نعم. في كوريا الجنوبية في 2002 وصل لدور ال 16. في 2010 خلص ثالث المجموعة، وللمونديال الأخير تأهل من الملحق بعد ما فاز على إيرلندا. أكبر إنجاز للمنتخب الدنماركي، المنتخب الدنماركي فاز في 1992 في بطولة أوروبا. نعم. كيف تأهل دوريد للمنتخب؟ المنتخب الدنماركي ما كانش لازم يتأهل للمونديال، خلص ثاني مجموعته، بس الأول المجموعة خلص يوغوسلافيا، وكان في حرب في يوغوسلافيا، فتم إقصاء يوغوسلافيا من اليورو. نعم. وبالتالي تأهل الدنمارك وفاز، وبعد ما فاز بالبطولة نهائيا بعد ما فاز على المانيا بالنتيجه 2-0. على المانيا فاز على المانيا 2-0، ما كانش متوقع. فوز غير متوقع بالمره. صحيح. لاعبين لعب بهذا المونديال، بهذا اليورو، في كان لاعبين جدا عريقين زي بيتر شمايكل، حارس مرمى مانشستر يونايتد. نعم. الكبير، والاخوان لايدروب، لاعبين اللي لعبوا في برشلونه، لعبوا في ريال مدريد، لاعبين جدا كبار. شوف، في رواج للفريق على مستوى كاس العالم في مجتمعنا العربي تحديدا هون، لانه يمكن مش من البارزين، اكثر بيجوا شوي صغيره على جنب الدنمارك، مش من المنتخبات البارزه. المنتخب الدنمارك التشجيع اكثر للمنتخبات الارجنتين، البرازيل، المانيا، ايطاليا، هاي المنتخبات اللي لها رواج عندنا في مجتمعنا العربي. منتخب الدنمارك فيش له كثير رواج. اخرى شيء احكي لك عن المنتخب الدنماركي، في المنتخب الدنماركي لعب لاعب اللي فاز في جائزة نوبل. اوف، مين عم اسمه؟ نيلس بوهر. اوكي. واخوه كمان بروفيسور في مجال الرياضيات. واو. اسمه كمان هارلد بوهر، وفازوا في الميداليه الفضيه في الاولمبياد سنه 1908. اذا منتخب الدنمارك منتخب جدا عريق، جدا كبير، وفي مجموعته اللي بتضم زي ما قلنا فرنسا، استراليا، البيرو، والدنمارك، في عنده تشانس كبير انه يتاهل لدور ال 16. بعد دور ال 16 ممكن 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 يوصل ل ل يتقدم اكثر. نعم. زي ما برجع وبقول دائما انه بتعلق باليوم نفسه، مين المنتخب اللي راح يلاقيه في دور ال 16. فهذا هو المنتخب الدنماركي. واو. تحب نتوجه لفرنسا ولا كيف؟ يلا نتوجه لفرنسا. تفضل قود. هشام، كيفك هشام؟ يعطيك العافية، صباح الخير. صباح الخير. طبعا هشام سعيد المحلل الرياضي. هشام، رأيك بالمنتخب الدنماركي بداية؟ أنا بحب المنتخب الدنماركي، منتخب الدنمارك يعني باستثناء كم من لاعب ما كانش في عندي النجوم، يعني بشكل عام يعني السؤال إنه وين أنت المشاهد الرياضي بشجع فريق معين؟ انما يعني حبه لنجم معين في هذا الفريق او متابعته للدوري في هذا البلد. يعني المنتخب اللي بحب منتخب ايطاليا بحب الدوري الايطالي، بحب الدوري الانجليزي، الالماني، الدوريات العالميه المشهوره. نعم. في الدنمارك ما في عندنا دوري اللي هو مشهور، ما في عندنا نجوم في المنتخب الدنمارك. بالرغم من هيك بنشوف انه كل مره منتخب الدنمارك بيشارك في بطوله، يعني حتى في المرات اللي بتاهل فيها، يعني كما ذكر يعني الاخ. نعم. مرشد انه يعني حتى لما بيتاهل يعني بشكل استثنائي ومش بشكل مباشر بيقوم بعمل جبار، يعني بيلعب كمنتخب، بيلعب في ثقه كامله وبيعطي اداء مميز وبفوز على منتخبات عريقه. يعني بدي ارجع شوي انا على مشاركته في كاس الامم الاوروبيه عام 92، واقصى منتخب هولندا، منتخب هولندا فان باستن في هاي المرحله، يعني كان منتخب هولندا في هاي الفتره منتخب عريق، فاز في النهائي على منتخب المانيا، فاز على منتخب الارجنتين في نهائي كاس القارات اللي اقيم في 95 على الاراضي السعوديه. فانه بنشوف انه بنطلع على المنتخب ما بيهبش الفرق الكبيره. وشغلة حلوة بدي أذكر يعني المشاهدين فيها بالنسبة لمنتخب الدنمارك، إنه في عنده حظوظ جدا حلوة
لما بيكون يعني بمشاركة المنتخب الفرنسي. يعني أول مباراة لعبها المنتخب هشام، اذا تحدثنا عن اللاعبين في المنتخب الدنماركي، يعني اذا ما نتحدث عن كريستيان إريكسن من توتنهام، لاعب مهاري جدا، ولاعب لا اعرف اذا مهاري بس كاسبر شمايكل ابن بيتر شمايكل. طلع يعني قبل ما ننتقل للاعبين كنت بدي انهي في شغلين لحظوظ المنتخب الدنماركي بوجود المنتخب الفرنسي. اول مباراه دوليه لكره القدم لعبها المنتخب الدنماركي كانت ضد منتخب فرنسا وفاز عليه في هاي المباراه في نتيجه 9-0. اكبر نتيجه حققها منتخب الدنمارك كانت ضد منتخب فرنسا كانت 17-1. فوجود منتخب الدنمارك في مجموعه مع فرنسا مع استراليا مع البيرو، انا كنت برشح منتخب فرنسا منتخب الدنمارك. بالنسبه للاعبين لاعبين المنتخب الدنمارك، لاعبين منتخب الدنمارك ما فيش هنالك النجوم اللي هن نخبه من الطراز الاول، بس هن بيلعبوا كمنتخب بيلعبوا بشكل ممتاز. يعني كل واحد في وظيفته هو مش مميز، ما في عندهم نيمار، ما في عندهم رونالدو، ما في عندهم ميسي، ما في عندهم الطبقه الاولى من النجوم الصف الاول في العالم بالضبط. نعم. بس في عندهم كمنتخب بيلعبوا في ثقه عاليه جدا. بدي احكي بس اخرى شغله عن منتخب الدنمارك في مشاركاته اللي كانت، حكينا انه حصل على كاس القارات ال 95 في السعوديين، لما فاز على في 86 شارك اول مره في كاس العالم، اول مشاركه له تخطى دور المجموعات. يعني تخيل يعني بشكل عام، يعني هذا اللي احنا حكيناه بالنسبه للمنتخبات العربيه، لما بتيجي بتتاهل لاياتها بطوله بتحتفل في التاهل وبتنتحلها. فيعني احنا بنشوف انه لازم يتعلموا من منتخب الدنمارك، يلعبوا في ثقه، ما يهابوا ولا اياتها فريق، ما يهابوا ولا اياتها نجم، ما يعني يلعبوا في ثقه. كثاني مشاركه له في وصل الربع النهائي بال 98 فرنسا تخطى دور ال 16 ولعب في دور الربع النهائي وخرج مع البرازيل في مباراة اللي قادها طبعا في يومها الحكم المصري القدير جمال الشريف، بعدها منتخب البرازيل وصل للنهائي. صح. فيعني احنا انا كنت بحب منتخب الدنمارك بالرغم من انه في شيء له كثير مشجعين، وكنت بحب انه الفرق العربيه تتعلم من منتخب الدنمارك. لننتقل الى موضوعنا الثاني، انت بتواجد بفرنسا اليوم، يمكن افضل لعبه لهي السنه انا بعتبرها باريس سان جيرمان وريال مدريد. طبعا انت مشجع ريال مدريد، انا ودريد مشجعين باريس سان جيرمان اليوم. اليوم تعقيبك على هاي اللعبه، بدايه غياب نيمار كيف سيؤثر على هذه اللعبه؟ ترى انا بالنسبه لغياب نيمار هو بدون شك نيمار لاعب استثنائي، لكن باريس سان جيرمان لما فازت على برشلونه 4-0 كانت بدون نيمار. فيعني خلينا نيجي نقول انه باريس سان جيرمان مش راح تنهار، لعله بالعكس، يعني ممكن غياب نيمار كلاعب فردي انه نشوف انه الفريق رايح يعطي اكثر، باريس سان جيرمان راح يلعب اكثر كمجموعه كفريق من ما انه يعتمد على لاعب معين، لعله انه هذا الشيء يعود على فريق باريس سان جيرمان بالخير. المباراه هاي جدا 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 صعبه على الفريقين، يعني فريق باريس سان جيرمان سنوات عديده بحضر ل انه ياخذ بطوله كاس الامم الاوروبيه تشامبيونز ليج. ريال مدريد البطل الاخير هو السنه راح يلعب، يعني زي ما بنحكي على كل ما عنده راح يعطيه في هاي المباراه. الفريقين بالنسبه لهم هاي المباراه صعبه، والخاسر مش راح ينام الليله باختصار، لا هو ولا جمهوره. بالمره. فمباراه جدا جدا مهمه. باريس سان جيرمان عنده ضربه جدا مش هينه خروج نيمار، بالمقابل ريال مدريد استرجع ثلاثه من اللاعبين الاساسيين كروس ومودريتش ومارسيلو. ابو كروس ومودريتش ومارسيلو صح؟ نعم. راح يكونوا بالتشكيله كروس ومودريتش ومارسيلو. كروس ومودريتش ومارسيلو موجودين في باريس مع الفريق، موجودين في التشكيله. السؤال اللي بيطرح نفسه، هل
سيجازف زين الدين زيدان باشتراكهم يعني في من بدايه المباراه ولا يتم اقحامهم يعني من خلال المباراه. في غموض بالنسبه لتشكيله ريال مدريد يعني لم تعلن بعد، بس انه هن جاهزين طبعا بعد غياب ثلاثه اسابيع ممكن يكون سبب انك تشرك مودريتش وكروس، يعني مارسيلو شارك في المباراه السابقه بدقائق معدوده من المباراه لكن مودريتش وكروس ما تدربوش كفايه تدريبات، ممكن يكون في مشاركه لهم من خلال المباراه. في حال اقصاء ريال مدريد هل هذه نهايه زيدان؟ اعتقد انه احنا في نهايه السنه، ريال مدريد فريق لا يرحم يعني لا يعرف النجوم ولا يعرف. ريال مدريد اخرج المدرب الايطالي الكبير كابيلو بعد ما حصل على بطوله الدوري لانه لم يقدم كره قدم جميله. ريال مدريد لا يرحم حدا بالنسبه له، الفريق يعني فوق الجميع. اعتقد يعني خروج ريال مدريد من مسابقه تشامبيونز ليج افكر انها راح تكون نهايه التواصل بين زين الدين زيدان، الشيء اللي احنا بنتمنوش لانه احنا بنعرف انه زين الدين زيدان كان لاعبا ومدربا عريقا يعني، فانا ما كنتش بحب انه اشوف انه النهايه تبعته اليوم، كنت يعني بحب انه يخلص السنه في بشكل مشرف. وبعدها يعني ريال مدريد يعني حاليا اذا بنيجي نطلع على الورق ما فيش عنده بديل لزين الدين زيدان، فافكر انه ممكن يكون سعد باقالته حتى برغم الخساره، بس ممكن يكون يعني التواصل يعني خلال الشهرين القادمات ويتم اقالته بنهايه السنه. نعم. في النهايه قبل ما نودعك تعال توقعات، شو توقعاتك؟ ونسال دوريت كمان شو توقعاتك؟ يعني انا ما بروحش على النتيجه، انا كنت برشح انه ريال مدريد يتاهل. ريال مدريد يعني في المباراه الاولى فاز 3-1 يعني عمل خطوة كبيرة يعني نحو التأهل. ريال مدريد قادر انه يلعب انه يسجل في خارج ملعبه، ريال مدريد في دوري الأبطال فريق مختلف تماما، رونالدو عم بيعطي أرقام مش طبيعية في دوري الأبطال، فأفكر انه ممكن باريس سان جيرمان يفوز او يتعادل اليوم، لكن التأهل راح يكون حليف ريال مدريد. شكرا لك هشام. شكرا هشام، كنت معنا من فرنسا، اهلا فيك. احنا بنتكهن انه سان جيرمان صحيح مرشد؟ احنا قلنا سان جيرمان، انت شو توقعاتك؟ بتخيل نفس الشيء، بتخيل نفس الشيء بغض النظر اذا بوجود او عدم نيمار، يعني في تكاتف بالفريق ككل، برضه حكى هشام على هاي النقطه. اوكي، شو ضل عندنا مؤخرا واخيرا؟ هذا هو لليوم، في لعب تشامبيونز ليج وحكينا عن دنمارك، واحنا متابعين في فقراتنا عن المونديال. بكل تاكيد الصحفي مرشد ببار كنت معنا بقبعة المحلل الرياضي في هذا اليوم.